تعمل سيراميكا ولا الانتاج الحربي؟ لا اعتقد الانتاج الحربي. اعتقد الانتاج الحربي النتائج قبل التوقف كانت نتائج سيئه للغايه. يعني كابتن احمد الكشري يمكن لعب ماتشين مع غد دلوقتي بعد التوقف هزيمه وتعادل. صحيح. فاعتقد الكابتن احمد الكشري يعني يمكن كنت بحلل ماتش وادي دجله والانتاج الحربي قعدنا نتشكر في الانتاج الحربي ان الكابتن كشري موقف اللعيبه كويس ودفاعين اتحسنوا كتير قوي. يعني يمكن لو بصينا على الارقام بتاعتهم داخل فيهم 29 جون فما اسوء اضعف دفاع واضعف هجوم بالمناسبه واضعف دفاع واضعف هجوم 12 هدف برضه. صحيح. فاعتقد ان زي ما كابتن فاروق وكابتن محمد قالوا النهارده الانتاج محتاج يعني اي نتيجه غير الفوز اعتقد هيبقوا من الفرق اول المرشحين ان هم ينزلوا لان الفرق اللي معاها بتكسب. الاسماعيلي كسب، الجيش طبعًا كسب طبعا فهيبقى صعب جدا الفرق بتتحسن. وعلى الجانب الاخر سيراميكا مكسبه النهارده هيخليه ينافس على مركز. فالنهارده الماتش مشكلته ان هو الدوافع مختلفه. فرقه عايزه تكسب عشان تطلع رابع وفرقه بتحاول تهرب. بس المؤكد ان الاثنين عندهم دوافع قويه حتى لو كانت مختلفة. ما انا بقول لك دوافع قويه بس مختلفه. صحيح صحيح يا كابتن تامر.